חיזבאללה תכנן לפגוע באזרחים של מדינת ישראל. قتلنا 30 إرهابيا وأيضا قياديين من حزب الله ومن الأهداف 90% من الأهداف كانت صواريخ قصيرة المدى وكانت موجهة نحو شمال إسرائيل وحزب الله كان ليهاجم المواطنين الإسرائيليين ولكنهم استطاعوا فقط أن يطلقوا 230 صاروخا وحوالي 20 مسيرة والتي تم معظمها تم تدميرها أو في الفضاء وتم اعتراضها من قبل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي وطبعا ولكن ليس كما قال حزب الله فإنه لم يصب أي هدف والبحرية الإسرائيلية كانت ناشطة وأيضا القبة الحديدية استطاعت أن تسقط أيضا صاروخا وكان هناك شخص قد أخذ إلى المستشفى ودعونا نبارك ونبارك روحه وجنديان إسرائيليان أصيبا ونأمل أن يتعافيا وهذا الحادث يتم التحقيق فيه ونحن طبعا نقدم تعازينا لعائلة الضحايا القيادة الوسطى والقيادة الشمالية والاستخبارات وكل المؤسسات ووزارة الدفاع دافعت عن إسرائيل من هذا الهجوم وبسبب اغتيال فؤاد شكر وقياديين آخرين لحزب الله الذين فهذا الهجوم اعتبر ردا عليه ولكنهم لن نتركهم يفعلون ذلك. مهمتنا هي السماح لسكان الشمال بأن يعودوا إلى ديارهم آمنين ونحن نحضر كل الخطط لفعل ذلك. في هذه الليلة قائد القيادة الوسطى في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الجنرال براون أيضا عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء والولايات المتحدة وقدراتها في المنطقة مهمة جدا ومعا معهم سنقدم الوضع ونحن مستعدون للدفاع والهجوم في كل الجبهات. في هذا الوقت ليس هناك تغيير في القيادة الداخلية. إرشاداتنا تقول ابقوا حذرين كما كنتم ومستعدين دائما وأود أن أثمن سلوك سكان الشمال فاستطعنا أن ننقذ حياة الناس بسبب سلوكهم المسؤول وسنستمر دائما في إعطائكم المعلومات تباعا ونتخذ خطوات بمسؤولية وتحدياتنا هي على كل الجبهات وهذا مهم جدا أو هدفنا الأهم هو حماية مواطن إسرائيل. وفي الجنوب قوات الدفاع الإسرائيلي لا تزال تقاتل في قطاع غزة ولا تزال تضغط بقوة على حماس. حماس كانت تأمل بأن ضربات حزب الله ستصعد في كل المنطقة وأمل سنوار وأمل قيادة حماس بأن يجعلوا الشرق الأوسط كله يجر إلى الحرب لم يتحقق وسنستمر في الضغط بشدة على حماس ونقتل دائما قياديهم ونستمر في الدفاع عن إسرائيل في كل الجبهات. سمعنا عن سقوط جندي إسرائيلي وكان مقاتلا في كتيبة المشاة وقتل بسبب انفجار قنبلة ونحن نقدم التعازي لعائلته. ولكن مع كل هذا نستمر هذا الأسبوع بأن نحن طبعا على أهبة الاستعداد التام في كل الجبهات وهذا يحدث مع تفاوضنا في القاهرة. وسمعت قبل مجيئي إلى هنا إشاعات بشأن المفاوضات. نحن لا نزال ملتزمين بالهدف الرئيسي والمركزي للحرب وهو 109 رهائن الذين هم رهائن في غزة أن يعودوا إلى ديارهم ونفعل كل الجهود لفعل ذلك. أي
حتى لوزارة الدفاع. فهل حزب الله كان يهدف أيضا لاستهداف الموساد في شمال إسرائيل؟ وسكان الشمال غاضبون. وزارة الدفاع وملاحقته لحزب الله، هل هذا سيتغير؟ حزب الله حاول أن يطلق وحاول أن يضرب مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، ولا هدف قد ضرب وفي شمال إسرائيل ووسط إسرائيل. هذا كل ما أقوله. طبعا لقد استمعت إلى السلطات الداخلية هنا، والمعلومات التي ذكرت في الإعلام فيما يخص الشمال وكيف نقود الحرب، من المهم أن تعلموا. وفيما يخص جيش الدفاع الإسرائيلي، فإن أمان وسلامة سكان شمال إسرائيل يعتبر هدفا عظيما، ونفعل كل ما في وسعنا على مدار الساعة لنضمن أن الشمال يكون آمنا مرة أخرى. هناك طبعا وقت طويل لتحقيق ذلك، ولكن السياسيون قالوا إن أهم ساحة هي غزة وإعادة الرهائن ولضمان بأن حماس ليس لديها القدرة، ولكن لإعادة الأمان والسلامة فسنفعل كل ما في وسعنا.